بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد، دورة ثقف نفسك لتعليم قواعد البيانات الـ SQL. الدرس 19 هنتكلم عن SQL Self Join. يبقى ايه Self Join؟ is a regular join but the table is joined with itself. يعني السيلف جوين هنا هو ارتباط عادي ولكن يتم ربط الجدول مع نفسه. طيب لو اتكلمنا عن السيلف جوين سينتكس، الجملة بتاعته سهلة بسيطة ما فيهاش اي حاجة. select الكولوم names from table 1، وبعد كده اديته alias t1 يعني اسم مستعار، او table 1 تاني برضو T2 with a condition، اديته هنا الشرط اللي انا عايز احطه دي. طيب نيجي هنا لتيبل كاستمرز، هنقول ان عندي الكاستمر اي دي والكاستمر نيم والكونتاكت نيم والادرس والسيتي والبوستال كود والكنتري. طبعا الكاستمر اي دي اللي هو كود العميل، كاستمر نيم اسم العميل، كونتاكت نيم اسم المسؤول اللي انا بتصل بيه، الادرس العنوان، السيتي المدينه، البوست كود رمز البريدي، الكانتري اللي هي البلد. لحد دلوقتي كده من الموضوع واضح. هنتكلم عن الاس كيو ال سيلف جوين اكزامبل. هنقول هي فولوينج اس كيو ال او ذا فولوينج اس كيو ال ستيتمنت ماتشز customers that are from the same city. يعني ايه؟ يعني جملة ال SQL بتطابق العملاء من نفس المدينة. طيب لو جينا هنا شوفنا جملة ال SQL select A، انا دايما بحب وانا بشتغل هلغي كل الكلام ده اكني مش شايفه علشان الناس اللي مش متابعة قبل كده وعايزة تفهم مثلا الجملة دي. انا هعتبر نفسي بقول كلمه سيلكت هو مكان كل دون لحد هنا كده استريك فروم تيبل اسمه كاستمرز واديته اليس او اسم مستعار لي ايه، وتيبل نفس التيبل كاستمرز واديته اسم مستعار بي. حلو، يبقى انا هنا لما اجي اقول سيلكت ايه، يعني بقول الجدول اللي هو الاول ايه دوت كاستمر نيم من الجدول الاول، وبديله alias name as customer name 1، وبعد كده قلت b اللي هو الجدول الثاني دوت customer name as customer name 2، وبعد كده قلت التيبل الاول a دوت city. يعني اخترت من التيبل الاول الكاستمر نيم وديته كاستمر نيم 1، وهنا السيتي ما اديتهوش اسم مستعار، وهنا من التيبل الثاني قلت له اخترت b وبعد كده منه الكاستمر نيم. طيب الكونديشن بتاعي هنا ايه؟ where ان ال A دوت الكاستمر اي دي اللي هو التيبل الاول not equal ال B دوت الكاستمر اي دي and ال A دوت السيتي equal ال B دوت السيتي order by A دوت السيتي. الموضوع هنا سهل مفيهوش اي حاجة، درس بسيط يعتبر. شوفنا بس السيلف جوين عامل ازاي. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس واضح، ولو حد عنده اي استفسار هستنى الكومنت وان شاء الله نرد عليه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.